نعم. أيضا من الأخبار، الحكومة تلمح بإنهاء احتكار المركزي لشراء الذهب. كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم أن التعامل مع شراء الذهب سيكون عبر بورصة تحدد أسعارها وفق الأسعار العالمية، معرب عن توقعه بخروج بنك السودان المركزي من احتكار شراء الذهب من المعدنين التقليديين. ودعا خلال اجتماعه مع شركات التعدين في ولاية نهر النيل الشركات إلى مساعدة الحكومة لحل المشاكل التي تقع بينهم والمواطنين في المناطق التي تقع فيها مربعات الامتياز المخصصة لهم. والله شوف، موضوع الذهب والتعدين وموضوع الذهب ودعمه للخزينة القومية بتاعت السودان وموضوع الذهب وتهريبه وموضوع الذهب والشركات العاملة فيه وموضوع الذهب ودخول بنك السودان كجهة مشترية عشان تحافظ على الميزان التجاري الداخلي وعشان يكون عندها رصيد من العملات الصعبة، ده موضوع ما بتاع تنفيذيين، ده موضوع بتاع خبراء اقتصاديين. يعني حقه. وبعدين في تخبط شديد جدا، يعني لو تابعنا خلال النظام السابق كان في تخبط غير عادي في التعامل مع الذهب. شركات تديها تصديق تمشي تعدين أهلي، 88% من التعدين في الذهب ده تعدين أهلي ما عنده علاقة بالحكومة. يعدنوا ويبيعوا في السوق بالطريقة اللي بيشوفوها هم ويحققوا أرباح ليهم هم وما يدخلوا لخزينة الدولة ولا حصائد الصادر نفسه حتى من الذهب. وده كان خلل كبير جدا. البنك السودان برضو في ظل النظام السابق قال المسألة دي وقال يدخل هو مشتري. لما ندخل هو مشتري عمل برضو مشكلة في السوق. أنا أفتكر إنه حقه، نحن عندنا من الخبراء الاقتصاديين يعني ما يسد عين الشمس، حق الخبراء الاقتصاديين ديل يعني يقعدوا عشان يشوفوا كيف ممكن السودان يستفيد من مورد هام زي ده، ذهب، في ظل ظروف زي دي. مش حكاية إنه البنك يدخل مشتري مرة ويخرج مرة، يخليها للشركات وبعد ذاك يخليها للتعدين الأهلي وما ينشط مؤسساته الحكومية. نحن الآن محتاجين، لأنه أول حاجة الذهب ده في كل أنحاء السودان ده حق الشعب كله، وده مفروض الحكومة تكون خاتة يدها عليه. بمعنى إنه إذا كان دائرة تشجع العمل الشعبي والأهلي والقطاع الخاص تشجعه، لكن بشروط وبموجبات، أهمها إنه يكون في حاصل صادر من الذهب بالعملات الصعبة يدخل في خزينة الدولة. يا إخواننا، نحن الآن بنتكلم عن أطنان من الذهب مشت وما دخلت في خزينة الدولة، ودي لو حسبتها بكل المقاييس ممكن تعيد لك الميزان التجاري المختل ده 3.8 مليار يعني واردات، و11 مليار العكس واردات 11 مليار وصادرات 3 مليار. عجز في الميزان التجاري مزعج جدا، قريب 8 مليار عندك 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 الذهب اللي بيمشي كله بالقنوات غير الرسمية ده، الشركات اللي بقت بالالاف دي وما معروفة ذاتها بتشتغل. فأنا تجد محتاجين لضبط كبير جدا، التنفيذيين يشتغلوا لنا في الملفات اللي بتليهم بشكل مباشر جدا، لكن حق السياسة الاقتصادية العامة دي تكون يعني رؤى بتاعت اقتصاديين بورش عمل يعني عمل متكامل يقدمه جاهز للحكومة، إن والله ده الممكن يصلح حال الاقتصاد السوداني.